هلعب دلوقتي لعبه الحراس. تمام. هقول لك اتنين هتختار واحد ونكمل بيه. اتفق. كابتن احمد شوبير ولا كابتن حسين السيد؟ عشان انا بميل للزمالك اكتر، وده بجد زي ابويا التاني عشان ابنه صاحبي جدا وزي الاقرب الناس اللي ليا. طبعا كابتن احمد شوبير جول كبير جدا، بس هقول كابتن حسين عشان هو برضه يعني من هنا برضه من عندنا. كابتن حسين السيد ولا كابتن محمد عبد المنصف؟ كابتن حسين السيد. كابتن حسين السيد ولا كابتن عبد الواحد؟ اللي انا عاشرته اكتر اللي انا شفته، عشان كابتن حسين السيد ما شفتوش، اللي انا شفته كتير وعارف ان هو جول كبير قوي كابتن عبد الواحد السيد. كابتن عبد الواحد ولا كابتن نادر السيد؟ لا ما فيش بقى، خلاص ايه خلاص بقى، كابتن نادر السيد فوق اي حد بقى، اي حد تحتي. طب كابتن نادر السيد ولا كابتن شريف اكرامي؟ كابتن نادر السيد. والكابتن نادر السيد ولا كابتن احمد الشناوي بيراميدز؟ كابتن نادر السيد. والكابتن نادر السيد ولا كابتن محمد الشناوي؟ كابتن نادر السيد. كابتن حسام، انت هتقول امضى الحارس دلوقتي طبعا؟ اي ماشي تمام. طب الكابتن نادر السيد ولا الكابتن عصام الحضري؟ دي بقى السؤال بقى بجد. الاثنين بالنسبه لي انا شايف ان احسن حراس في تاريخ مصر هم ثلاثه، الحضري نادر السيد، ما فيش واحد واثنين. ده خد من فتره 98 لحد 2004، وده خد 2004 وما شاء الله ما شاء الله يعني ربنا يديله طول العمر 2018 فاهم. بس في العادي كان الحضري ياخد اصغر من كده، بس هو عشان طبعا عنده عزيمه مش طبيعيه فكمل. بس ده خد كتير وده خد كتير، وده خد اثنين احسن جول في افريقيا مرتين، ده خد برده مش فاكر صراحه كام، بس خد كتير برده. بس انا بالنسبه لي الاثنين في نفس اختار واحد ماشي، بنادر السيد طبعا.